الديب باك اوف ذا ليج تنقسم الى اربع عضلات: البابلوتيس والفليكسور هالوسس لونجوس والفليكسور ديجيتورم لونجوس والتبيالس بوستيريور ماسلز. نبدا بالبابلوتيس. البابلوتيس تجيك تحت السوليولس اللي هي هذه العضله. الاورجين حقها لاترال سيرفيس اوف ذا لاترال كوندايل والانسيرشن اباف اوف ذا سولال لاين سوليال لاين. تيجي تحت عشان تحدد الثلاث العضلات الباقية من الميديال مانيولس. من هنا تمسكها ثلاث عضلات زي كذا: أول واحدة التيبيال، بعدين الديجيتورم، بعدين الهالوسس. نبدأ حبة حبة. التيبيال الأورجين حقها من البستيريور أوف ذا تيبيال فيبيال الانتروسس ممبرين. الانسيرشن حقها عند نافيكيولار بون and all of the torus bone. تارسل بون. تجي لي بعدها الديجيتورم فليكسور ديجيتورم لونجس. الاورجين حقها البستوريير تبيالس. يجي لي بعدها الفليكسور ديجيتورم لونجس. الاورجين حقها بيلو اوف ذا بيبلس الباك اوف ذا بيبلس. الانسيرشن حقها انتو ذا تيرمينال فالانكس اوف ذا لاترال اوف ذا تول. يجي اللي بعدها الهالوسس. الهالوسس الاورجين حقها بيلو اوف ذا سيلوس بيلو اوف ذا اورجين اوف ذا سيلوس سوليوس. الانسيرشن حقها تيرمينال فالانكس اوف ذا بيج تو. بيج تو اللي هذا طبعا النيرف سبلاي اوف ذا ليج اللي هو التيبيال ليف كلها.